السلام عليكم. تروي إحدى النساء قصتها التي تتكرر كثيرا ومع أشخاص مختلفين وبصور مختلفة ولكن متقاربة، ولكن للأسف معظمنا لا يتعظ منها ولا يأخذ منها العبرة. تقول تلك السيدة: منذ 40 عاما كنت فتاة غريرة وزوجة حديثة ترفع شعارات تحرير المرأة وترى الزواج مجرد واجب أو مجرد إجراء اجتماعي لا يترتب عليه أي واجبات، وشاء الله أن أقيم مع حماتي حتى يوفر لي زوجي سكنا مستقلا بالمواصفات التي أريدها. وكانت السنوات التي عشتها مع حماتي هي أسوأ سنوات عاشتها تلك السيدة الصابرة العظيمة، وكنت أنا للأسف سر هذا السوء، فقد أعطيت أذني لنصائح الصديقات صديقات السوء بأن أظهر لها العين الحمراء منذ البداية، ولذلك قررت أن أحدد لها مكان إقامتها داخل حجرتها فقط، وأتسيد أنا البيت وأعاملها كضيفة ثقيلة بيتها، أتسيد بيتها. كنت أضع ملابسها في آخر الغسيل فتخرج أقذر مما كانت، وأنظف حجرتها كل شهر مرة، ولا أهتم بأن أعد لها الطعام الخاص الذي يناسب مرضها. كانت تلك السيدة كجبل شامخ تبتسم لي برثاء، وتقضي اليوم داخل حجرتها تصلي وتقرأ القرآن، ولا تغادر تلك الحجرة إلا للوضوء أو لأخذ صينية الطعام التي أرميها لها على منضدة بالصالة، وأطرق بابها بحدة لتخرج وتأخذها دون أن تكون أرتبها ودون أن تكون صالحة لأكل البشر. كان زوجي مشغولا في عمله ولذلك لم يلحظ شيئا، ولم تشتكي هي إليه، بل كانت تجيبه دائما حين يسألها عن أحوالها بالحمد لله، وهي ترفع يديها إلى السماء داعية لي بالهداية والسعادة. تتابع السيدة فتقول: لم أجهد نفسي كثيرا في تفسير صبرها وعدم شكايتها مني لزوجي، بل أعمتني زهوة الانتصار عن رؤية الحقيقة حتى اشتد عليها المرض وأحست هي بقرب الأجل، فنادتني وقالت لي وأنا أقف أمامها متململة متضجرة، قالت: لم أشأ أن أرد لك الإساءة بمثلها حفاظا على استقرار بيت ابني وأملا في أن ينصلح حالك، وكنت أتعمد أن أسمعك دعائي لك بالهداية لعلك تراجعين نفسك، ولكن دون جدوى، ولذلك أنصحك كأم بأن تكفي عن قسوتك علي في الأيام الأخيرة لعلي أستطيع أن أسامحك. قالت حماتي كلماتها الأخيرة وراحت في غيبوبة الموت، فلم ترى الدموع التي أغرقت وجهي ولم تحس بقبلاتي التي انهالت على وجهها الطيب. ماتت قبل أن أريها الوجه الآخر وأن أكفر عن خطاياي نحوها، ماتت وزوجي يظن أنني خدمتها بعيني. تتابع السيدة فتقول: دارت عجلة الزمن وكبر ابني وتزوج ولم يستطع توفير سكن خاص له ولزوجته، فدعوته للعيش معي في بيتي الفسيح الذي أعيش فيه وحدي، وذلك بعد وفاة والده، وهو نفس البيت الذي كان لحماتي، فاستجاب ابني وبدأت حياتنا الجديدة، وأدارت زوجته عجلة الزمن فعاملتني بمثل ما كنت أعامل حماتي من قبل، بل بقسوة أشد، لأن العقاب يكون دائما من جنس العمل وبصورة أكبر. لم أتضجر لأن هذا هو القصاص العادل والعقاب المؤجل، بل ادخرت الصبر ليعينني على الإلحاح في الدعاء بأن يغفر لي ربي ويكفيني شر جحيم الآخرة لقاء جحيم الدنيا الذي كنت أعيش فيه مع زوجة ابني، ويجعلني أتحمل غليان صدري بسؤال ولن أجد له إجابة: هل سامحتني حماتي الراحلة أم أنها علقت هذا السماح على تغير معاملتي لها، هذا التغير الذي لم يمهلني الله لأفعله؟ انتهت قصة السيدة. العبرة في هذه القصة: أحسنوا المعاملة، فالدنيا ليست دار قرار، فكما تدين تدان، وربنا يمهل وحاشا له أن يهمل. انتهت حلقتنا. إن أعجبتكم القصة أرجو نشرها ومشاركتها والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.